لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الجولة السادسة من بطولة برو بمدرب جديد. بدأوا التدريب، كيفاش بدأت التدريب أو غادا تنطلق ديجا التدريب؟ بروغرام ديالها كاين شي معسكر إعدادي؟ ما كاينش الميركاتو؟ كاين شي حديث على الميركاتو ولا لا؟ أيوب لك حل هذا رجع الموضوع ديالو من جديد، واش عاوتاني كاين كونتاكت من الوداد ولا لا؟ مجموعة من الأخبار، مجموعة من المعطيات ديال المغرب التطواني مع صديقنا المرضي. أهلا بك سي محمد. مرحبا ايوب، مرحبا بكل مستمعي راديو مارس الاوفياء. ايوب، فريق المغرب التطواني غير رجع التدريب غدا ان شاء الله، يعني بعد ظهور نتائج المرحله الطبيه اللي فات اثناء هذه كيجريوها اللاعبين ديال الفريق المتحه الخاصه بكوفيد 19. يعني في انتظار النتائج مباشره غتكون حصه تدريبيه، اذا ظهرت نتائج الصباح تكون حصه تدريبيه صباحيه، اذا ظهرت نتائج في العشيه فغتكون حصه تدريبيه صباحيه، وتحديد البروغرام ديال التدريب غادي يكون غدا ان شاء الله، يعني بعد الحصه التدريبيه الاولى. غير هو بعد الاتصال بالرئيس ديال الفريق أكد لي بأن أغلب المباريات الودية اللي ممكن يجريها فريق إسباني في الفترة ديال استعدادات العودة للبطولة غتكون مع فرق من القسم الوطني الأول، أنه يحاول يجري أكبر عدد المباريات الودية مع الفرق ديال القسم الوطني الأول، بعكس الفترة الإعدادية السابقة اللي كانت كلها مع فرق من إما القسم الوطني الثاني أو فرق الهواد. الموضوع اللي كيتسألوا عليه مجموعة من أو كل طبعا المتابعين ديال فريق إسباني المحبين ديال الفريق هو الارضيه ديال الملعب وتغيير العشب الاصطناعي الطبيعي اللي الحدود تاع يوب باقي ما جوش لاش عارف، وفريق مارس الطواني كان راس الجامعه باش انه يتسائل على تاخر في هذه الاشغال. دابا الفريق ملي بدا كيلعب خارج تطوان اللي لعب توتالمون تقريبا بريسك البطوله كامله ديال هذا الموسم اللي في هذه الخمس جولات الاولى، حتى دابا باقي ما بدات اشغال نهائيا. يعني تقريبا شهرين دابا باقي ما بداش حتى الاشغال بالمره، كان جات الشركه المكلفه حاولت انها تقتلع هذاك العشب الموجود الصناعي الموجود، قال لك بان تقنيا صعيب لان كاين صعوبه كبيره حتى هذاك الحب اللي كاين وهذاك الرمل والحب اللي كاينين تحت العشب فكيتقالوا بالماء، لانك انت ثلاث امتار خير على تطوان فكما كيتقالوا بالماء كيصعب انك تحيدهم بطريقه سليمه بلا ما تأذي الدريناج اللي كاين، يعني تقنيا صعيبه المساله. توقفت الاشغال ما كملوش او ما بداوش الاشغال عفوا، الحمد لله ربي الامطار الخير ما توقفتش على تطوان، يمكن البارح كان واحد شويه ديال الفراجات اليوم، لكن يعني خص الثمر الجو صح وما تهبطش الامطار مده طويله باش ممكن على حسب الكلام ديال الشركه انه تبدا الاشغال. هذه المساله هذه اللي رفل بسببها فريق مارس الطواني الجامعي يسولوا على التاخر ديال الاشغال وفوقاش ممكن طلب والمواعيد اللي ممكن ان فريق مارس الطواني يسلم الملعب ديالو بارضيه طبيعيه باش يبدا المباريات تستقبل المباريات داخل الامبيكا. يعني المراسله كانت في وسط الاسبوع الماضي، باقي الحدود تاعها باش الفريق بإجابة من الجامعه ايضا على هذه المساله هذه، الامر اللي خلق نوع من السياء عند فريق مارس الطواني وصل لدرجه ان بعض يعني المشجعين ديال مارس الطواني مشاو احتجوا بلا فيتا امام الامبيكا، يعني على تاخر الاشغال. ودابا يعني حتى المشكل ديال الملعب التدريب باقي ما تحددش، لان فريق مارس الطواني حتى اذا توجد له الملعب فخصو ملعب التدريب باش طبيعي اللي يتدرب فيه، لان ما كاينش ملعب كيوازي يعني كيوافق. دابا الفريق كيتريني في سانتيتيك في العشب الاصطناعي وكيلعب مباريات ديالو في عشب طبيعي. بالفعل دائما، وحتى غتبقى المساله مستمره في حاله ما اذا وجد الملعب ديال المغرب التطواني، لان ما عندوش ملعب تدريب. يعني كنظن انا بالاحرى تفكير في ملعب تدريب هو الاول عاد البدايه، فهمتي، بالملعب الرئيسي. دابا ما بدا لا ملعب تدريب لا ملعب رئيسي، المشكل غيبقى على المغرب التطواني حتى لشي اجل يعلم الله. ملعب ديال مارتيل حتى هو ما العشب ديالو اصطناعي. الملعب ديال مارتيل باقي ما وجدش، الملعب الجديد اللي كتبنا الملعب القديم كان تهدم، لان نهضه مارتيل راه سنوات كتلعب في المضيق، الملعب ديال المضيق اللي فيه ارضيه صناعيه. يعني ديك لازون كامله ما فيهاش غازون طبيعي. الملاعب اللي كاينين هنا في تطوان كلهم ملاعب ديال العشب الصناعي، ملعب الكره اللي استعمل في ساموده، الملاعب ديال عمسا، كل الملاعب فيها يعني عشب صناعي، وهذا الامر اللي كيخلق صعوبه للمغرب التطواني هذا الموسم هذا.
لانه مطالب او مجبر انه يجري مباريات على ارضيه طبيعيه وما عندوش فين يتدرب. والمشكله انا قلت لك هي حتى لو وجدت الارضيه ديال الملعب في فرنسا يصادر يمكن وقت اطول حين يعني تهيئه الملعب للتدريب خاصه في المركز ديال تكوين الملعب. اذا ما كاينش العشب طبيعي نهائيا في تطوان وفي الاماكن اللي قريبه لهم من غير رياض العشاق واللي فيه عشب طبيعي، البقيه فهما كلهم اصطناعيه، كذا خاص البديل ديال الملعب التداري. بالفعل والجميل ايوب انا قلت رياض العشاق هي تسميه تطوانيه محضه، لان الحديقه التسميه الرسميه ديالها حديقه مولاي رشيد، ولكن التطوانيين كيسميوها رياض العشاق. والاسم تاريخي. زين انتهي تطوانيه. هي البلاصه الوحيده اللي فيها عشب طبيعي دابا. فيها عشب طبيعي وفيها واحد البحيرات الاسماك وداك الشيء. يعني زيادة. خدمتنا وخاص الحل. حل المرض هذا في ايطاليا، بس خاص حل ضروري. علاش؟ حيت الفريق يلعب في ملعب الملعب اللي هو عشب، لعبتي في طنجه فهو ملعب عشب طبيعي، لعبتي تلعب في الرباط واي ملعب قريب لك كلهم طبيعي، اذا خاص الفريق حل بعدا كما قلتي اولي للتدريب، خاص الفريق يتريني في عشب طبيعي باش يلعب في تيران بهذا الكازون. صعب انك تلعب في سانتيتي كنت تلعب في كازون طبيعي، ما غاتش لا هذا لا هذا. ودابا المشكل شنو هو؟ وان الكاليتي ديال العشب الاصطناعي اللي كاين في الامبيكا يعني مجوده مزيانه على اللي كاين في ملاعب التدريب في الملاليين. ملي بدات ملي الشركه جات عملت شي تقسيمات في الملعب، فاضطر الفريق انه يعني ما بقاش قدامه الامكانيات انه يدرب في سان درمبل، يعني كيمشي يدرب في ملاعب ديال الملاليين اللي الجوده ديال العشب الاصطناعي اللي تما اقل جوده من اللي في الامبيكا. يعني مشكل كبير، يعني كتدرب ما يدربوا في الحمري كنظن احسن ما يدربوا في هذيك الارضيه هذيك. والمشكل انه ممكن تعرض اللاعبين للاصابات، وهذا الشيء اللي بان. يعني في ظل اللائحه اللي هي كانت ديال 20 قبل ما يتاهلوا اللاعبين ديال 20 لاعب ديال الفريق المسطوني، كنا كنجبروا ديما 14 15 اللي كاينين في بونتوش بسبب ان اللاعبين الاخرين تصابوا في الحصص التدريبيه. يعني هذا مشكل المغرب السيطواني اللي ممكن يستمر اذا ما اذا هذه النقطه هذه خصها حل المرضي في اقرب وقت ممكن. شنو النقطه ديال ايوب الكحل؟ ايوب الكحل ومن مصادر يعني خاصه وموثوقه فرجعت المفاوضات بينه وبين فريق الوداد البيضاوي. يمكن ان الفريق في ظل الاحتياج ديالو للاعب كيلعب في المركز، فريق الوداد البيضاوي كان هضر في ظل الاحتياج ديالو للاعب كيلعب في المركز كيلعب في ايوب، فبغى يعاود الاتصالات معاه. ممكن انه موافقوا له على مجموعه من الشروط، بقى غير التوقيع ديال اللاعب او استكمال المفاوضات النهائيه وتوقيع اللاعب اللي نقدروا نشوفوه في الايام القليله المقبله. ايوب نعم ايوب 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 كحالو ايوب بالفعل. بالنسبه لنقطه اخيره التدريب، قلتي غدا الامور عاديه ما بان حتى شي حاجه على شي مباراه وديه. بغيت نزيد غير بعض المعلومات، هو ان غدا غادي يتم ايضا تقديم المساعد المدرب ابراهيم الزواق، كنا هضرنا معاه هو هضرنا على المره اللي فاتت، وايضا المعيد البدني الجديد سالفادور هو اسباني كان كيشتغل في بعض الفرق في السيكوندابي واللي جاب اقتراح من المدرب الجديد يونس بالاحمر، وايضا غيبقى معاه يونس ريان يوسف ريان عفوا المعيد البدني التطواري اللي كان كيشتغل مع الفريق في الفتره الاخيره. معلومات اللي كيتسالوا عليها الفريق المسطوني هو بخصوص مارتين بانغوا. مارتين بانغوا غادر الفريق وفتح العقد من طرف واحد فقط احتجاجا على ذاك العقوبه اللي كان عملوا له المغرب التطواري واللي كنا تطرقنا لها سابقا. غير هو فريق المغرب التطواري سبقوا هذه المره، يعني سبقوا للشكايه في الفيفا، قدم ملف ديالو عبر واحد المحامي تونسي مختص في مثل القضايا كيتشكى باللاعب وبالخروقات اللي عمل. والان يعني المحكمه هي اللي غتفصل بين فريق المغرب التطواري ومارتين بانغوا. بقى لنا بالعروسي مهدي بالعروسي اللي راج اخبر انه غيغادر الفريق. بالفعل كاين مفاوضات مع واحد من الفرق ديال البطوله المغربيه في القسم الاول باش ان مهدي بالعروسي يمشي، ماشي على سبيل الاعاره كما كيرج بعض الصفحات التطوانيه، ولكن يمشي بصفه نهائيه. الرئيس ديال الفريق المغرب التطواري كيتحفظ على ذكر الاسم ديال الفريق اللي غيمشي له مهدي بالعروسي. نعم اذا الميركاتو فغادي يكون بلا شك الموضوع الرئيسي ديالو في تطوان هو ايوب الكحل، وايضا هاد اللاعبين ايضا اللي تكلمت عليهم عروسي ومجموعه من العناصر كما قلتي حسب مصادر ديالك المرضي مصادر ديال راديو ماس دائما ان اللاعب في الطريق انه المفاوضات تكون اكثر سلاسه بهذا المعنى مع الوداد مقارنه بالمفاوضات اللي دارت بوليميك كبيره في الميركاتو اللي فات. ايوب الكحل وفتح باب مفاوضات من جديد مع فريق الوداد الرياضي وتطوان، وما مازال كيتسناو انطلاق اشغال في ملعب ثانيه الرمل باش يبدلوا الكازون الاصطناعي يرجعوا طبيعي، وايضا يلقاو ايضا ملعب طبيعي ترينيو فيه حيت دائما كيلعبوا البطوله كلها في ماتشات او في ملاعب اللي الكازون ديالهم ناتشورال. على العموم هذا جديد فريق المغرب التطواني.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.